صعد الدولار، صعد ابو قرعه، صعدوا علينا. اليوم الحكومه اللي طلعت جديده، الحكومه حكومه السوداني، بعد ما اجى الحكومه قال راح انزل الدولار، وخاصه الفقراء موجوده هواي بالعراق. هذا ابو قرعه صعد السوق، ابو قرعه دمر السوق، ابو قرعه جوع الناس. خد تسمع الحكومه وخاصه حكومه السوداني، اليوم ارتفاع الاسعار بسبب هذا الدولار. اليوم الطحين صعد، والسكر صعد، والزيت صعد، وكل شيء صعد، والشاي صعد، والفاصوليا كلها صعدت. صعدتوا هذا الدولار ودمرتونا. الشعب العراقي عايش على 1000 دينار، شعب جوعان، شعب ما عنده. اليوم الحكومه وخاصه حكومه الكاظمي، تعال شوف الناصريه، تعال شوف الناصريه، ناس جوعانه، ناس ماكله الضيم، ورفعتوا الدولار عليه ب 61، الله يقبل. ناس ما عندها منين تجيب. احنا نطالبكم بتنزيل الدولار، لان ناس تعبانه وناس جوعانه. ارتفاع الاسعار يوم في محافظه الناصريه وناس جوعانه. الشعب يعني ما عنده، ناس كلها عايشه على 1000 على 500، احنا ناس كسبت، بالنسبه لي انا كسبت. كل شيء يعني بيعتنا نير، يصعد علينا المواد، والله العظيم لا عاد راتب، المواد صعدت علينا، يعني قاعد لا شغل ولا عمل، وين توجونا ما ندري. هسه اي محل تروح له ما يبيعك، يقول ما اعرف شنو السوق. احنا نريد من الحكومه المركزيه او المحليه، شوف تابع الامور، تنزل للشارع، حكومه السوداني تنزل للشارع، شوف المواطن شنو ايش محتاج، ايش يريد المواطن، احنا شو نريد؟ احنا كنا خطر على الدنيا، شو نريد؟ نريد احنا شو استقرار السوق، نريد يعني الامور تتعدل، الكميه شوي عدلوها، الطحين كل شهرين، احنا ما نريد كل شهرين. يعني مثلا ما نقول احنا تجاطون الطحين زين، ترى ما اقول لك احنا مو زين وهاي، لا طحين زين، بس كل شهرين اكو ناس ما عاد تشتري والله. ياثر علينا اليوم كل شيء، هواي ياثر علينا، صار الاسبوع الدولار يوم على يوم قاعد يصعد 2000 3 2000 3 الى ان وصل اليوم 160. كيس الطحين من 38 اليوم ب 41 الف مشترى من التاجر. يوصل لل 50 الطحين، يوصل يعبر لل 60. يعبر لل 60. لا ماكو بيع، لا بيع ولا مشترى. اللي يريد يشتري يشتري لك كيلوين، كيلو كيلو، يعني قوت روحه بهن يوم كامل يعني.